ده انت برضو موضوع النضاره ده اتفائلت بيه اتفائلت بيه من ساعه فتحت خير عليك دي. فتحت خير عليا وعليك في كرموز وعليا اول مره عملتها كان في حرب كرموز ورحت بنضاره الشمس بالليل والقصه اللي هنا بقى ماشيه تاكل بيها عيش هسيح لك عليها ماشي هتسيح لي بيها كنت داخل عامل نمره وما كلتش مع حد خالص يعني قلت الناس محدش فاهم محدش فاهم بقى قلت ايه عرض خاص نعمل جو اجانب واخش بنضاره شمس ولقيت مفيش حد بيسالني عليها خالص الا هنا عادي عدت عادي خالص كاني ما عملتش اي حاجه الاستاذ محمود عبد العزيز كان بيلبس نظاره بس كان طبعا الاستاذ محمود بقى لانه عملت حاجه عشان النمره مفيش ما عملتش حاجه خالص ما عملتش حاجه خالص هي هنا بس سالتني فاهم انت ليه لابس ساعه فيلمك قالت لي انت ليه لابس نظاره شمس قلت لها هنا والله كنت بحاول اعمل نمره بس واضح ان هي ما اكلتش فهي ضحكت وبعد كده بقى الموضوع ايه مشي من هنا كان هنا اول مره بتقابل هنا فيها اول مره سنقل عن النضاره بقى عشان واضح ان هي ما كانتش مع الناس برضه اول مره قابل هنا في حياتي في عرض فيلمك يعني انا عايز اقول لك ان انت لما كلمتني عزمتني على العرض الخاص فانا اصلا ما بحبش العروض الخاصه قوي كلنا على فكره يعني بنروح بس لحبايبنا بتاع يعني ما بالظبط فقلت ايه انا الصراحه انا بصرحك يعني لو قولي انا قلت ايه قلت انا قلت انت مش جاي اصلا ما انا قلت مش هاجي وهروح الفيلم تاني يوم لا هروحه مع الجمهور عادي وبعدين اكلمك ابارك لك بقى ايه مع الناس مش مع فنانين وبتاع لقيتك كلمتني تاني انت قبل العرض الخاص بساعتين فقلت لا كده هيبقى شكلي وحش خالص دخلت قابلت هنا اليوم ده وخرجت رحنا على كافيه بعديها برضو كل واحد لوحده اتقابلنا فانت اللي كنت السبب الاول وحرب كرموز في ان انا وهنا نبقى مع بعض يعني ربنا يخليكوا لبعض دايما ربنا يخليك مبسوط انت مبسوط جدا حلوه والله مبسوط جدا وهي مبسوط عامله معاك ايه هي عارفه مشكلة. تتعامل مع يعني معاها كتالوج ولا عارفه تظبط هو المشكله ان كلكم خايفين عليها ده حقيقي كلنا خايفين على هنا مش عليك بالظبط كلكم خايفين على هنا بص انا اقول لك حاجه هي من كتر ما انت عارف هنا كويس قوي طبعا هي من كتر ما انا عارف وهي قد كده ما هو انت اول واحد سببت لي احراج هو انت يعني الصوره دي يعني لازم تعرضها يعني اول مره دخلت بيتهم قبل الخطوبه على طول فهي عارفه ان امير صاحبي جدا وبنخرج مع بعض وبنشوف بعض فقالت لي استنى اوريك صوره فلقيت صوره انت شايل هنا فشكلي انا بقيت مسن متجوز واحده صغيره انت كبرتني كتير بس بقول لك هي الفكره انا عايز اقول لك ان هنا اصلا لما بعتت لي الصوره دي انا ما صدقتش يعني حسيت ان انا فجاه كبير ايوه انت نفسك قلت لي انا ساعات بتكسف ابعت لها ادوار لان حاسس ان هي شغلناها يعني فاهم بس عادي والله يعني بس هي كان عندها يعني بعتت لي صوره كان عندها حوالي 9 سنين او 10 سنين واحنا كنا كبار يعني واحنا كنا كبار النهارده هي ما شاء الله كبرت وبقت عروسه واحنا لسه يعني واتجوزت واحد صاحبك يعني واحد صاحبك هو بيقول لي دي مشكله بيقول لي دي مشكلتي بقى ان انا بقيت بتجوز واحده انت كنت بتشيلها وهي صغيره فحسسها ان احنا عواجيز قوي يعني كبرني قوي بص هي الفكره كلها في ايه انا قعدت والله شويه امير في الاول انا مش فاهم هي بتمثل عليا ولا هي غلبانه فعلا كده ما اصل مفيش حد عامل كده يعني مفيش حد طيب قوي كده مفيش كده خالص وانا اصلا شخصيتي يعني 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 مش يعني دخلت في تجارب كتير وشفت ناس كتير كتير قوي فابعد حاجه عن دماغك ان انا وهنا نبقى مع بعض يعني حتى الناس كلها استغربت بس اللي خلاها سيطرت ان هي بتتعامل بطبيعتها خالص فانا ما بحبش ازعلها لان هي ما بتحاولش تلف ولا تدور ومش عايزه تزعلني فخلاص بقت هي اهم حاجه عندي يعني.